صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بيتابعوا برنامجنا من تمام الساعة 8:30 ومتابعين معكم لغاية الساعة 11:30. ضيفتنا الأخيرة هبة حمادي ومواضيع تربوية تعليمية بتهم الكتار، ولكن لقاء يلي بتنطروه كل نهار خميس بفارغ الصبر لا أكيد أهميته مع دكتور رائد محسن. هلأ صار وقته، واليوم الانسحاب والانعزال ضمن العلاقة العاطفية. معك دكتور محسن عبر زوم، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك، ماشي الحال؟ المقدمة حلوة، شكرا على المقدمة اللي بتنتظروه بفارغ الصبر. مين قال لك بتنتظروه بفارغ أنا الصبر؟ أنا ما عم بحكي بس عن حالي، لسان حال فريق العمل وكل الأشخاص عن جد ومتابعي برنامجنا يلي دايما بيسألوا عنك وبيطالبوا بتثبيت هيدا الفقرة وبيطالبوا حتى بإطلالات أكثر. نحن بنعرف قديش عن جد وقتك ثمين كمان أستاذ جامعي. بالفعل هيدا الحكي عن جد مش يعني بس مثل ما بقوله لأنه أنا شهادتي مجروحة فيك. أصداء مواضيع حلقاتك دايما بتكون بتاخد العقل مثلك ومثل قلبك دكتور محسن، خصوصا أنه عن جد الشغف يلي بنحكي عنه كمان معك بأي موضوع بتكون عم تحكي عنه بتعطيه حقه وبتتناوله بكل جوانبه بكل تفاصيله، واكيد مع كل المعطيات والتغيرات اللي معقول بتكون بتطرق بتخلينا عن جد نصير افضل ونتصرف افضل ونفكر اكثر، مش بس بعاطفتنا، نفكر كيف فينا نوصل لمجتمعات افضل. يعني لما نكون عم نحكي علم نفس وتوجيه عائلي وزواجي، لانه عم نشوف قديش العالم عم تستسلم يوم بعد يوم أكثر وأكثر. اليوم رح نحكي عن الانسحاب والانعزال العاطفي، رح أترك لك المجال تعرف عنه ببداية اللقاء. شكرا أول شيء لكلماتك الحلوة ولفريق العمل وللجميع. ما نحكي عن هي أكثر الانسحاب ضمن العلاقة العاطفية والانعزال، يعني الانسحاب يعني بصير واحد بعده متزوج أو إذا كانوا منهم متزوجين بعدهم العلاقة، لكن صارت منزوي، ما بقى في كتير هالكلام والتفاعل النوعي اللي عادة بكون. هلأ كلنا بنمرق بمزاجية معينة، إنه إذا كانوا مزوجين مثلا صار له يومين ما بيتحكى، أوكي مش مشكلة، ممكن كل تاني مرقوا فيها أو ثلاثة أيام، أو أوقات بكون عارفين الظرف، مثلا في ظرف صحي عند حدا بخصه من عائلته، يمكن تنيتهم يكونوا إذا هي بتحب أهله مثل أهلها تنيتهم يكونوا بحالة صمت. فخلينا نقول إنه شو هي الأسباب التي قد تؤدي لهالعملية، هيدي عملية الانعزال داخل العلاقة أو الانسحاب داخل العلاقة. بنبلش بالخيانة، ولما نقول الخيانة ما ضروري خيانة مع شخص آخر، لكن خلينا نبلش نبدأ بالخيانة مع شخص آخر، لأنه في حدا تاني عم ياخذ من اهتمامي بشكل يومي، وهذا لا يعني انه انا التقي بهذا الشخص يوميا، لكن الاهتمام هو يومي. ممكن ياخذ وقت من الرسائل النصيه، ممكن ياخذ وقت باللقاءات، يمكن بس انه لما الواحد يكون بعلاقه عاطفيه جديده بتكون مستحوذه على كل مشاعره وتفكيره، بقى هيدا خياني. فاذا بطلت اللي انا معه انه اتفاعل معه بالطريقه اللي اتفاعل فيها قبل. وممكن يكون خيانة اللي هي دائما بنحكي عنه الإدمان، الأدكشن. ممكن يكون إدمان على المقامرة، على لعب الأمار، ممكن إدمان على الكحول، ممكن يكون إدمان على المخدرات. أي حالة إدمانية تقريبا بتكون هي تنافس الشريك عليه. فإذا الدراجز المخدرات معناتها صارت المخدرات هي البوي فريند، هي الجير فريند، هي البارتنر، هي الشريكه، صارت هي زوجتي. المخدرات كان الحشيشي او كان الكوكايين او كان اي انواع من انواع المخدرات، صارت هي البارتنر، هي شريكتي بالحياه. ونفس الشيء كل همي بالمقامره، كل همي بالكحول، صارت الانينه هي الجير فريند او هي الوايف، هي الزوجه. هيدي خيانه مع بحاله ادمان. فبدنا هل الشريكه اللي هي منعزله او منزويه او منسحبه رح تيجي تقول بوح انه لما يسالها انه شو عم بيصير بعلاقتنا، بشكل انه انت صرتي عم حسك
ما كتير في تفاعل بيني وبيني، أو بكون مثل إنذار إلى إنه الحالة الإدمان اللي عندك إياها صارت عم تأثر وهو يلاحظ. فإذا هيدي أول حالة. تاني شيء فينا نقول إنه بعض التحديات اللي بتواجهنا على الصعيد الشخصي، يعني مثلا إذا كان في وعد ما وعود لم نفي بها داخل العلاقة، يعني كنت واعد زوجتي، أو إذا كانوا خاطبين واعد أو واعدين بعضهم وعدته إنه سنتزوج بالتاريخ كذا، أكيد بدنا نحدد نحن هلأ بأيار بحزيران أمتى ما نتزوج بكانون الأول، ومرق أيار مرق حزيران صرنا منس تموز وما عم بتقله ما فتحت السيرة أنت بتتزوج وهي وعدته، أنا بقول لك أنت بكانون الأول ديسمبر ولم تفعل، فإذا في عندها ظروفها ما قلت له ليه ما رح تقريب، فإذا هيدي وعود لم تنفذ تشكل له لقلها بعض التحديات اللي ما كانت حاس به هي إنه أهلها بكونوا بعضهم موقفهم صارم منه أو لح يحضروا العرس على مضض، كان مفتكرة يمكن إذا كانوا مرضيين عليه إنه بصيروا يرضوا عليه أكثر، وما بدها تقول له إنه أهلي ما كتير عم يباركوا هالزواج، يعني في أهل ما بيباركوا نقطع السطر، وبكون هو يأخذ انطباع إنه أهلها مباركين الزواج إنه موافقين بس لا يباركوا، وهيدي مسألة مهمة في كتار من الصبايا ومن الشباب، من الصبايا اللي بيقولوا أنا نووي أتزوج، ما بتزوج إذا ما عندي المباركة الكاملة الموافقة الكاملة من أهلي على الزواج، وفي كتار بقول عطيت أهلي مهلة معينة وبكرة متزوج وعم أهلهم بيرضوا، هاي موضوع تاني، بس هيدا أحد الأشياء الوعود التي لم تنفذ، كما أنه الشباب بمجتمعاتنا بالعالم العربي، وهون ما بدنا نحكي عن العلاقات التقليدية وغير تقليدية وما كل شيء تقليدي ما بيسوى يعني، بس عم أقول أنه لما يكون أخذ على عاتقه الهم المادي تبع العائلة ووعدها أنه هلأ نحن سنسكن بالإيجار نستأجر شقة، لكن أكيد بعد 5 سنين زواج رح يكون في عنا بيت ملكنا، ولم يحصل ذلك، هيدا وعد لم يلبى. هلا في علاقات إنه اثنين من أسس سوا هي وهو ويوما ما رح يشتروا البيت اللي بدهن إياه، وفي علاقات أخرى بكون هو كرجل مفروض إنه يأمن هالشيء، هيدا وعد ولم يفي بوعده، هيدي بتشكل له حالة من التحديات الداخلية، بصير إنه عرفها انه هي مش مأزي من الوضع، بقى بصير ما عارف شو بده يحكي معه، ما له عين يحكي بحي الله مواضيع، بصير منعزل داخل العلاقة. دكتور محسن، دايما بده يكون في عامل تحفيزي او فاكتور ديكلانشون لحتى الشخص يفوت بهيدي الحالة من الانسحاب والانعزال، يعني مش ممكن تكون امور العلاقة فيه هو بعيدة عن الإدمان والضغوطات والتغيرات الاقتصادية. أكيد في معلوم. هلا طيب اقتصادية، خلينا نسيت بعد واحد برجع بجاوبك على سؤال، إنه ممكن يكون مثلا أزمة غير متوقعة مثل اللي هلا قطعنا فيها يعني من 3 سنين لليوم. إيه بس نحن نقول إنه كثير علاقات عم تتضعضع. سوري تصدقي. لا إيه اللي عم تقولي إيه، بس نحن عارفين إنه صار في كورونا، صار في هالحالة هيدي، وكتار اضطروا يمكن يتفاعلوا مع بعضهم لأوقات أكثر خلال النهار، ما تحملوا بعضهم، هيدا موضوع لوحده. يعني عم نقول إنه أزمة غير متوقعة ممكن تكون صحية ممكن مادية. صحية يعني صار معي شيء صحي أنا اكتشفته وما بدي يكون عبء عليها أو ما بدها تكون عبء عليه، هذا للذكور والإناث مثل ما دائما بنقول. فإذا إن عزلت ما يبقى عندي همي لوحدي عم بتعطى بشأن صحي على الصعيد الشخصي، ما بدي حملك همه لأنه ما فيك تعملي شيء تجاه الموضوع. طبياً عم بعمل اللازم ينعمل، أخذ الخطوات المناسبة بهذا الاتجاه، ما ضروري هي اشغلها بالها. طبعاً هلأ عم يشغل بالها من ميلة أخرى، من جهة أخرى، لأنه أنا حامل همي الصحي، عارف إنه هيدي مسألة حساسة، ما بكون دائما طليق اللسان واتفاعل ونحكي بالبيت واعطي رايي بامور. بصير الواحد اذا عنده وضع صحي شوي مأزم ما بيتدخل باشياء كان يتدخل فيها قبل، بتصير امور اخرى تافهه، لا يتدخل بقرارات تخص الاطفال والاولاد والمراهقين،
تصير تقول انه انسحب من العائله كله سوا، انه بطل يعطي رايه بشيء بده، كله صار علي القرارات بالنسبه للاولاد وبالنسبه لقرارات عائليه ومنزليه اخرى. فهيدي ازمه، ازمه غير متوقعه. والازمه الماليه كمان ممكن هو او هي انه يكون في عنده صار ازمه ماليه بشغله وما بده اياها تحمل هم، هي اضطرت انه في مصاريف يمكن هو منه واعي لها كثير وعارف انه ليس باستطاعته الان ان يفي الحاجه الماديه تبع العائله، تستدين من حدا، اقاربها، اختها، خيها، صديقه، صديق. عندما تستدين هذا المبلغ وليس باستطاعتها ان تفي هذا المبلغ لاصحابه، معناتها كمان بتصير حامله هم المصاري. يعني الواحد بفتكر انه الرجال او الازواج هن كمان لا، ما هون مشترك القصه، زوجات وازواج اوقات بيقعوا بضائقه ماديه، بتفتكر حالها انه مثل ما بنقول بالدارج بنركب طرابيش، انه بتشيل من هون مصاري بتحط من هون بتركب من هون، بكره بيها بيعطيها، كان في قطعه ارض مفروض تنباع للعائله وهيدي من الارث تبعها وما انباعت او انباعت بسعر اقل. طيب هذه القصص بتخلي الحبل يقع بازمه، إن ما بدي فوتوا فيها. يقول لي مين قال لك تديني تستديني من اختك مصاري بدون ما تقولي لي؟ هي مفتكره انه من اختي بكره عندنا نحن بالعائله ارض مشتركه، من حصتي بعطيها اكثر زياده، وفيت مصرياتها، وهذا حكي منطقي. طيب وصار في مساله ما، مشكله ما، عن عقار او ما صار في حركه بيع، واختها اضطرت المصاري، شو نعمل؟ او حدا غريب، كيف اذا كانت عم تدين بالفايده، في فائده عن مصاري انترست؟ هيدي كلها مسائل بتخلي الواحد ينعزل وينسحب بالعلاقه، ولا يعني انه صار مشاعري تجاه شريكتي او شريكي اقل او تغيروا، لان الواحد بيفتكر انه بطل يحبني مثل قبل. ليه؟ لانه بعد، هي هذه بعد، يعني انسحب شو يعني؟ يعني اصبح بعيدا بالعلاقه، بعيدا، اصبح بعيدا نفسيا بالعلاقه. بس هو لا، هو بعده بحبها، هي بعدها بتحبه، لكن ظروفها المعينه خلتها تبعد عنه. ما معناتها انه صار في بروده، صار في بروده بالتواصل، لكن مش بحاله المشاعر، وسببها الاشياء هيدي. وفينا كمان جوابا على سؤالك انه نقول في تروما بالماضي، تروما كان في صدمه ما، صدمه لما واحد صدمه تمرق وما يعالجها او يعالجها ولم تعالج كما يجب، معناتها هيدي الصدمه من طفوله، من سنين المراهقه، من نحن بلبنان بنحكي كثير وفلسطين بنحكي كثير، وهلا بالجمهوريه العربيه السوريه رح يحكوا اكثر عن الجيل اللي اخذ الحرب خلال الحرب الاهليه بفتره الاقتتال بلبنان بالسبعينات والتسعين، وهلا بالجمهوريه العربيه السوريه، الجيل اللي كانوا يحذر منه بلبنان انه بكره بتشوفه لما توقف حاله الاحتراب، وقفت سنه 90 المشاكل الاجتماعيه التي ستنتج عن هذه الحرب، وبعدنا عم نطف ثمارها لهلا. نفس الشيء بالجمهوريه العربيه السوريه، المشاكل الاجتماعيه التي ستنبت ونبتت نتيجة حالة الحروب اللي شهدتها من أهلية أو من هجومات خارجية، من مشاهدات اللي شافوها الأطفال، هيدي شو بتشكل؟ يعني من حيث الصدمة، التروما اللي عايشينها. يعني بكرة لما تبين، لما حدا يصير عنده يكبت عليها، خاصة الرجال بيكبتوا على المواضيع هيدي، ويصير في عنده عائلة وترجع تظهر، ان كان بفلسطين والمجازر عم بتصير، او بلبنان، او بالجمهوريه العربيه السوريه، او بالعراق. يعني احنا هون في عنا امثله كيف ما برمتي، كيف ما وليتي وجهك، بتلاقي في شو اسمه، في عنا بذور لمشاكل نفسيه فيما بعد بعائلتنا. طيب هيدي تروما، هيدي الصدمه انا خفيها، يعني قادر اقمعها، ورجعت نبتت بس لانه طلع انفجار من مكان ما، او تهديد من ممكن ان تنشب حرب ما، برجع كل هيدي بتحيا بداخلي المشاكل اللي كنت انا طمصها، وما راح اجي الا لزوجتي انه بمعنى خايف، مش خايف بمعنى انا جبان، خايف بمعنى انه ما بدي اولادي يختبروا ما اختبرته. بترجع الذاكره تستيقظ وتستحضر كل ما كنت انا طامسه. هيدي خليني كمان ابتعد عن زوجتي او عن زوجي، وهيدي حاله كثير شائعه بلبنان وبغير لبنان. لما نقول عن انعزال، عن انسحاب، عن بعد نفسي، هي هيدي الاشياء اللي عم نحكي عنها.
طيب دكتور محسن، شو الخطوات اللي منخدها بهيك حالة؟ نحن كأشخاص عم نحس بهيدا الانسحاب والانعزال، وكشريك عم بيتعرض لشريك آخر عم بحسه عم ببعد، عم بيصير في جفا أكثر. لما أعرف أنه شريكي أو شريكتي لاحظوا هالشيء، هذا طبعاً في لاحظ بدون ما يقوله، بس بجرب واحد يتجاهل أنه هو ملاحظ هالشيء، هذا ممكن يكب مثل ما نقول كلمات توحي بذلك، ممكن ما بيعود يحكي معي، ما بتعود تحكي معي توني شيء، أنه يبلشوا بأحاديث لأنه كأنه عطته فرصة تركته وحده. هلا مش غلط، بس لما تعبر لفظيا عن انه شو عم بيصير، معناتها هون لا، هون انت مدين لها بتفسير. You owe her an explanation، بدك تقول شو عم بيصير. اذا كانت حاله ادمان بده يضل خفيه، لانه المدمن ما بيحكي عن ادمانه، بدهم هي تكتشف. واما اي شيء ثاني من الاشياء اللي حكينا عنها المفروض انه يحكوا فيها، اذا كان تروما او ازمه ماليه او صحيه او وعود انه يعني ما بعرف، حس حالي انه انا انسان فاشل لانه كنت وعدي بعد 5 سنين نشتري بيت، وهي صرنا 10 سنين مزوجين وما قدرت. هيدي الاشياء الواحد بيحكي فيها، والا يعني شو بنكون عم نكون انا، لانه في وضع معين عم بياثر لي على حياتي سلبا، هلا بدا ياثر بطريقه غير مباشره على زوجتي، طب يعني عم برجع اخرب العلاقه بيني وبين زوجتي؟ لا، خليني اقول واحكي، حتى لو انا بذهني انه هي ما عندها شيء تساعدني فيه بالنسبه لموضوع انا عالق فيه او عم بشغل لي راسي. ونفس الشيء هي بتقول اذا كان مشكله عندها، بتقول انه طب شو بده يقول لي؟ ما بكفي همومه مثلا، هو بشغله بكذا الى اخره، هلا بده يقعد يحمل همي انا واهلي لانه المشكله عند اهلها، وهي حامله هم اهلها وعم بياثر على علاقتها مع زوجها. اي بس على القليله يمكن يعطيكي نصائح، يمكن نصيحته، يمكن ما في نصيحه، ما في حل، ويمكن نصيحته لا تسدد الحاجه، بس على القليل بصير يعرف انه ما في شيء بيني وبينك، في انه انت عندك هم من اهلك وعم بأثر على علاقتنا. مش غلط، ما الانسان بيتاثر يعني، بس انه حقه ما انه في هالشراكه هذه، انه الواحد يعرف قاعدين تحت سقف واحد وبيت واحد وعم تاثر علينا. بصير طبعا الاطفال كله هيدا ينعكس على ما حكينا، هذا شق اخر من الحديث، انه كيف العلاقه هيدي بتاثر على اولادنا، ما هني عم بيشاهدوا بحسوا بشعروا. والاطفال يعني المراهقين فيهم يترجموا مشاهداتهم لماذا يحصل بين ماما وبابا. اطفال رادارهم قوي، بيلقطوا انه في شيء غلط، ما بيعرفوا شو هو، بس بيعرفوا انه في شيء غلط. هيك تلاقي تلاحظي حدا ممكن يكون عمره سنه مثلا، سنه ونص، اذا الماما والبابا مختلفين مع بعضهم، كانوا عم يحكوا بحديه وتنقول الماما حملته، بصير يقرب له وجهها عند البابا لحتى يبوسوا بعضهم. يعني القد بالحدس تبعهم، بالرادار تبعهم، بيعرف انه هالنبره الصوتيه تعني البعد، ولما يقربوا على بعضهم تيبوسوا بعضهم معناتها انه بدي اياكم تضلوا واحد. القد بتاثروا بالعلاقه تبع الاهل من هن والعمر هذا صغار، كيف لا اذا كانوا مراهقين وشاعرين بالبروده؟ لا، كمان من حقهم كمراهقين ومراهقات يعرفوا انه هيدي البروده ليست نتيجه بعد بين ماما وبابا، لكن نتيجه الظروف ابعدت البابا عن ماما والماما عن البابا بسبب اللي ذكرناها آنفا. هيدي الفاز دكتور محسن دايما بتسبق الانفصال والطلاق، ولا ما قالوا يعني علاقة ببعض؟ يعني إذا هالإشياء هيدي اللي عم نحكي عنها هلا كلها سردناها من عدا أول سبب اللي هو الخيانة الزوجية، وعدم ورفض الإقلاع عن حالة إدمان، حالة إدمانية، من ال شو بنقول من ال مرجح، مش من مرجح، من للاسف انه تودي للطلاق، المفروض يؤدوا للطلاق. كل الايمي هذا اول السبب تبع الخيانه مع شخص اخر او ادمان، ما مفروض تؤدي للطلاق، لان الواحد بيحكي فيها، بس بيجي واحد نتيجه التراكمات وعدم التعبير عن هالمسائل اللي حكينا عنها تؤدي للطلاق، اتس شيم، حرام، عيب يعني، حرام حتى لو ما في اولاد صغار، يعني انه عم تنهي علاقه بس لانك لم تستطع التعبير عما كان يحصل. و one thing will lead to another، شيء بصير يؤدي لشيء اخر، بعد والشرخ يكبر بيناتكم، انه هالتراكمات هيدي يعني واحد بقول communication is the solution، ما ضروري، بس انه كمان التواصل هو دائما الحل، اوقات التواصل الفعال
بيكون الحل بمعنى نحن مختلفين مع بعضنا، عم نتواصل بطريقة كتير فعالة وواضحة، وبسبب التواصل هيدا لم نتفق أن نكمل الحياة الزواجية سوا. يعني ما دائما أنه لأنه عم تواصل بطريقة فعالة معناتها في حل، بس بالنسبة لحديثنا اليوم التواصل الفعال هيدا يؤدي إلى حلول. في أماكن أخرى التواصل الفعال يؤدي إلى حلول للانفصال، لأنه اثنيننا عنا وجهتين نظر مختلفتين وما فينا نكمل حياتنا سوا. نحن نتواصل طريقة فعالة، والكيان الإسرائيلي المؤقت يتواصل معنا بطريقة فعالة. نحن نعرف شو بدون وهني بيعرفوا شو بدنا، بس مش متفقين. ما عم نشبه الزواج، لعداوة مثل نحن وإسرائيل، لكن عم بقول انه اوقات حتى كلير كوميونيكيشن doesn't solve the problem. ما ضروري انه التواصل الواضح يؤدي لحل المشاكل، بس يجب ان يحصل، لانه بحديثنا اليوم الحل تبعه هي التواصل الواضح والفعال. شكرا كثير لحضورك معنا دكتور رائد محسن، اختصاصي بالتوجيه العائلي والزواجي، واهلا وسهلا فيك دائما ببرنامج يوم جديد. فاصل قصير لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا، وبطلع عليكم إلي زميلي بآخر لقاء معنا لليوم مع الاختصاصية التربوية هبة حمادي.